افتتحت مكاتب التصويت أبوابها أمام الناخبين عبر القطر الوطني، وبهدف ضمان سلامة الناخبين ومؤثري هذا الاستحقاق، تم تسخير مختلف الوسائل الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا. فهذه الإجراءات أصبح التقليد يتم التعامل بها منذ ظهور الوباء. Pour le protocole sanitaire, il est une habitude, un réflexe même. Un réflexe pour toujours et partout et tout le temps. Voilà. Les réflexes qui ont le matériel et les moyens ont été fournis par la PC de la Médania. يعني ما خلات حتى حاجة منقوصة. ما عندهاش دروات تخلي حاجة منقوصة. Tout a été fourni. Alors, donc, عندنا, comme vous voyez, les masques ils sont fournis par la PC pour les atteraux ou les observateurs des différents partis. En même temps, pour ceux qui viennent voter. إجراءات تنظيمية استحسنها الناخبون آملين من منتخبيهم الوفاء بوعودهم وإحداث التغيير على المستوى المحلي، خاصة ما تعلق بالتنمية المحلية. هذا الموندادي حسيت بلي كاين لا جوناس، كاين تغيير. وهاد لا جوناس هادو راهم يحاربوا في الفساد، وراهم من الناس هادوك اللي راهم مشغول حبوا يطبعوا منهم يحاربوا فيهم. الور تخلي هاد كيما يقول لك شو اوبتيميست. جيت فوطيت مديت الصوت تاعي لا كاع بلي بافات انا دخلت بالبافات وحسن الاستقبال الحمد لله كاع والله غير حطوني في راحتي كاع الحمد لله ان شاء الله ما يخذلوناش ان شاء الله خلاص ان شاء الله طيح في ناس لاباس بهم. مع تعود المواطنين على مختلف الاجراءات الوقائيه في هكذا مواعيد، الامر الذي من شانه التسهيل من عمل المؤطرين وضمان سلامه الناخبين على حد سواء.